اهلا في فيديو جديد من سلسلة اندرويد جيم بلايز. فيفا 2016 Ultimate Team، الروابط أسفل الفيديو، من إنتاج شركة Electronic Arts Sports. Listen to the project. اللعبة لعبة رياضة، وبلغ عدد مرات تثبيتها عددا خياليا، وبلغ التقييم 3.9. آخر تحديث لها كان 21 يناير 2016، حيث وصل إلى الإصدار 3.2.1 بحجم 1.4 جيجا بايت، ويتطلب نسخة الأندرويد 4.4 وأحدث. بعد اختيار التشكيلة الأساسية للمباراة الأولى من هذه الكأس، نبدأ باللعب. وهذه نهاية المباراة الأولى بفوز الأفسي تي بي آر عن ب1-0 عن طريق توتسي من ضربة جزاء في الدقيقة 68. كنتينيو. إذن المباراة الأولى سكسيد. من جديد نضع التشكيلة الأساسية لثاني مباراة من هذه الكأس ضد مانشستر يونايتد. وهذه هي بداية المباراة. كرة خطيرة. يا سلام. ومحاولة خطيرة في انطلاقة من والكوت. What is going on? والكوت أسرع لاعب عندي وأظن في اللعبة يصاب، وعلي استبداله. كاريلو هو الحل الأمثل. إذن سيرخيو راموس يتولى القيادة، وها هو والكوت يخرج ونستكمل المباراة. يا سلام. لا 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 لا، هذه محاولة خطيرة وضعت بعض التبديلات ضرورية الآن. أظن كونوبيانكا يجب أن يدخل الآن، وسيرخيو راموس تعب. أظن دوغلاس هو الحل الأمثل، وهذا هو يضرب بوتينج. يا سلام يا بوتينج، وفعلها المدافع. إذن ثاني انتصار على التوالي، وهذه المرة على حساب المان يونايتد. إذن ثاني مباراة سكسيد،
والكوت مصاب. أظن يجب أن نضع بعض الإسعافات. جامب سيكون جيدا لكن غير كافي. جامب في إثنان سيكون كافيا. نعم هذا هو أبليكي. وهو والكوت جديد طبعا. والكوت 97 سرعة خيالية. إذن الثالث مباراة ضد مانشستر سيتي. وها هي بداية المباراة. على ما يبدو لا 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 بليز لا. حسنا يا سلام. يا سلام. سيرخيو راموس النفاثة. نفاثة إسبانية. بيد أنه مدافع محوري. إذن الكرة خطيرة. لا 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 لا. ضربة جزاء. I can't believe. I can't. No way. Oh. ليست ضربة جزاء. That's great. Great. بعض التغييرات ستكون ضرورية ومفيدة. إذن كاريلو يدخل. أعتقد كونوبليانكا أيضا. وندوي أيضا. ونستكمل المباراة. هي اللعب الأسرع. والكوت يخرج الآن. سيرخيو راموس يلعب الكرة. وهذه الكرة عند ندوي. يفعل ندوي. لا 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 لا. جميلة يا ندوي. والكرة توزيع خطيرة. مانزوكيتش يصوب لي. وجول. مانزوكيتش يفعل الثالث للراحة والاستراحة. وهذه نهاية المباراة. 3-1 ضد المان سيتي. التي بي ار يسير بخطى ثابتة. والثالث مباراة على التوالي. إذن ثالث مباراة سكسيد. أنصح الخبراء اليابانيين باتخاذ الإجراءات التالية: سبسكرايب، لايك، كومنت، فيفورت، ولا تنسى تشيك على باقي فيديوهاتنا.